بصلة للإجراءات الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة بغردية لتضييق الخناق على مرتكبي الجرائم بمختلف أصنافها، خاصة منها ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. تمكنت مصالحنا بأم دائرة متليلي من الإطاحة بشبكة نشط ما بين الولايات مختصة في ترويج المخدرات، مع توقيف 5 أشخاص في القضية. العملية مكنت من حجز 3.5 صفائح وقطع من المخدرات بوزن 360 غرام كمية من المؤثرات العقلية، مع استرجاع أكثر من 62 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج، بالإضافة إلى آلات حادة وأدوات أخرى تستعمل في عملية القطع البيع والترويج. عناصر الضبطية القضائية وبعد الاستيفاء من كافة الإجراءات أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية.